جبت فلوس من ابوك؟ ايوه. وانت رحت له؟ لا، بعت لي الفلوس مع برعي. انت مالك فيه؟ مفيش. ما الملك يا اخويا بتتكلم معايا من تحت درسك كده. مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها يا ورده. مصيبتي يا فتحي؟ الجوازه اللي عايزين يدبسوني فيها بالعافيه دي. ما احنا اتفقنا هتفضل تماطل فيهم لحد انا ان شاء الله مولد، وبعدين تقول لهم ادي الجمل وادي الجمال. مش عارف، مش عارف يا ورده، مش عارف. مش عارف ايه يا فتحي؟ قول كده يا حبيبي. انت شكلك من ساعه ما شفت البت دماغك زقزقت. ايه الكلام السخيف اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ورده؟ اصلي مش فاهمه، عمال تقولي مش عارف مش عارف مش عارف. عايز تعرف ايه يا ابن العقاد؟ فين فتحي؟ الله، هو في ايه؟ راح فين يعني؟ مطعم؟ هو كل يوم بيتغدى بره ولا ايه؟ لا خلاص مش مهم، لا ما تقولوش حاجة، أنا هتصرف. يلا مع السلامة. خد يا واد، خد كل، بر نفسك بدل كل يوم أكل السوق اللي أنت بتاكلهولي ده. وماله أكل السوق؟ ده أنا باكل في أحسن المطاعم. أحسن مطاعم إيه؟ إحنا مش عارفين بيعملوا الأكل إزاي ولا بإيه؟ يعني هيكونوا بيعملوه بإيه يعني يا ست الكل؟ زي ما أنت ما بتعمليه كده. فشل يا واد، أنا بعمل الأكل بتاعنا بالسمنة البلدي. ده أنا بجيب الزبدة قوالب وأسيحها بإيدي. إيش جاب لي جاب السمنة البلدي للسمنة الاصطناعي بتاعتك دي؟ طيب أنت عايزاني آكل فين؟ هنا يا واد. ترجع تتغدى هنا زي ما أبوك ما بيعمل. بعد ما تتغدى هنا تتكل على الله تروح شغلك. ها؟ ده الكلام اللي مش موزون. ما 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 ينفعش يا ست الكل. اصل انا ساعات يعني بروح اكل مع العملاء، وساعات تانية ببعت اجيب الاكل في المحل. طب وايه يعني يا واد؟ ما نعمل لك الاكل وابعته لك. طب وليه التعب ده بس؟ يوه، هو انا يا واد هشيل الاكل فوق دماغي؟ انا هطبخ الطبيخ وساعه الغدا اكلم حد من المغلق يجيبوا لك الشغل. ايه؟ ما هو ما 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 ما, 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 ما ينفعش يعني انت يعني يرضيكي تبعتي لي الاكل واقعد اكل قدام العمال وتبقى عينيهم في الاكل بتاعي؟ الخلاصه الواد ده مش عايز ياكل طبيخك. المساله كده رايحه نفسك. ليه بس كده يا حاج؟ ليه بس؟ ما انا طول عمري باكل من ايدين ست الكل. هو انا مش بتعشى معاك اهو يا واد؟ انا بتكلم على الغدا. كل وانت وشك مصفر كده.